السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد والذي سأستعرض فيه خبرا يقول من محمد عبد السلام إلى تركي آل الشيخ. وإلى التفاصيل، شن ناضب أنصار الله هجوما على مسؤول هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والذي نشر إعلانا لشركة ماكدونالدز الإسرائيلية ودعا الناس لزيارتها. وقال محمد عبد السلام في منشور له في حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي تعليقا على مقطع لتركي آل الشيخ يروج فيه لشركة ماكدونالدز الإسرائيلية، فيما الأمة الإسلامية تتجه لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية كأدنى موقف تجاه الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، يأتي مثل هذا الموقف النشاز المنحاز إلى جانب العدو. واختتم عبد السلام منشوره بالآية القرآنية: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا هو أمامكم حساب تركي آل الشيخ، وهذا هو المنشور الذي يقول فيه: يا أهل الرياض، عرض بيج تايم من ماكدونالدز، اطلبوا وجبة بيج ماك والثاني هدية من الموسم. العرض ساري من 23 نوفمبر 12 ظهرا إلى 25 نوفمبر الثانية صباحا، طبعا مترجم بالإنجليزي. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات.